السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو بويز، هلو جيرلز، وحشتوني جدا جدا جدا. معكم مس عائشة انجلش تيتشر للناس اللي أول مرة تشوفني. أنا مدرسة انجلش. هناخد مع بعض هنا في القناة هناخد كورسات وهناخد مناهج. هعرفك الفرق بين الكورسز والمنهج. طبعا الكورسز أفضل بكتير لأن المناهج فيها أخطاء كتير. طيب، لو أنت ست بيت وعايزة تعلمي أولادك الانجلش صح تابعيني. لو أنت بتدرس أو عايز تشتغل حاجة تبع الانجليش او الترانسليشن الترجمة تابعني. لو انت لسه طالبة في ابتدائي او اعدادي او ثانوي هناخد المناهج مع بعض. هعرفكم هنا كل ما يخص اللغة الانجليزية من فونكس، جرامر، كونفرزيشن، ووردز. هنعرف ازاي يعني ايه نكتب باراجراف، نكتب ايميل، كل ما يخص اللغة الإنجليزية هتلاقيه هنا في قناتي. هبتدي معاه السن الصغنون خالص اللي هو 4 سنين، وإزاي نحبب الأطفال في اللغة الإنجليزية، إزاي نعود لساننا على النطق بالإنجليش. هنطلع مع بعض لايف وهتسألوني وهجاوبكم زي ما الناس طالبة مني. هعرفك إيه البرامج اللي تتابعيها، البرامج اللي تقدر تقوي اللغة معاكي. إن شاء الله إن شاء الله مش هتزهقوا. أهم حاجة الروح الطويلة والصبر، ويبقى عندك ثقة بنفسك انك هتوصلي. اشوفكم على خير ان شاء الله في اول فيديو في الكورسز. يلا نستعد ورقة وقلم واسمعي كتير. باي باي.